اوكسين شو بتحبه؟ ما في حل تاني. طيب اليوم حزب الله دخل على الخط الى خط موضوع الترسيم وكلف النائب السابق نواف الموسوي لاستلام هذا الملف وسيبدا العمل اليوم. البعض يخاف من خيار عسكري قد يحصل، ولا مع العلم انه حزب الله قال انه خلي الدوله اللبنانيه هي تشوف شو بدها تعمل ونحن بنلتزم باللي بدها اياه الدوله اللبنانيه. صح، كيف تعلقين على هذا الامر؟ بقول وزيرك شو عمل بالوزاره؟ وزير عندك وزير الأشغال أنت مسميه، ليه كل هالشهور ما كان عم يفتح موضوع ترسيم الحدود تنعرف دولة شو بتحب؟ مين ناطر كان الحزب؟ اليوم يتحمل علي حمية وزير الأشغال مسؤولية المماطلة في هذا الملف طبعًا. برأيك؟ طبعا، ما هو المسؤول. بتتذكر وقتها كنا عم نحط حق على ميشيل نجار أنه مضي ومضي؟ هو المعني الأول بهذا الملف. سو إذا رئيس الحكومة ما حطها، رئيس الجمهورية ما حطها، وزير المعني خليه يحطها على الأجندة وخليهم هن يقولوا لا نحن ما بدنا نناقش هالموضوع. سو الحزب ما في وقت بده بيكون مقاومة، وقت بده بيكون مؤسسة، وقت يكون هو مستلم وزارة هالقد حساسة بموضوع ترسيم الحدود، ما في اليوم إنه يعمل حاله إنه يعني ما في يكون إنه يهدد، مع انه عم بيكون منضبط اكثر من غيره، بس انه ما في خافي من حرب او قد يكون هناك اسرائيل لديها نيه بجر حزب الله الى حرب، في خصوصا بموضوع الغاز، يعني بموضوع الحدود البحريه. اسرائيل تجر؟ اسرائيل بدها، ما بتصور اسرائيل بدها حرب، يعني انه ماشي حالها بلشت انتاج، عندها انتاج وعم بدها تبيع لاوروبا. يعني بحس اسرائيل بتعرف التخبط اللبناني هون ومش عملت لنا حساب ابدا بولا شيء. ف يعني اتمنى انه هيدا ما يعني مش حي، يعني لا اعتقد انه هيدا الموضوع حي، لانه كل العالم خايفاني هلا كلها، يعني انا اصلا بشوفوني يقولوا في حرب. ما عم اقول لك، عم اقول لك يعني انه الحزب عنبر الوزير كان فيه يتحرك بهالملف. طالما ما تحرك يعني هو والرؤساء الثلاثة كلهم على ذات الجبهة مع الخط 23. طيب شو بتتوقع يكون الرد مع وصول هوكستين؟ آخر سؤال، يعني شو بتتوقع يكون جواب الدولة اللبنانية لهوكستين؟ يقولوا له تفضل رجع على الطاولة ولا؟ أنا بدي أتمنى عليهم يطالبوا منه أول شيء نتأكد أنه كاريش منا بالمنطقة، يعني منا مكمن مشترك مع على الخط 23، يمشوا معه هيك أول شيء، لأنه أعتقد هيدي هي يمكن هلأ أسرع طريقة إذا بدنا نوقف. ولكن على اعتقد هو اللي راح يقول لهم مثل ما قلت لك، يا هوف يا هوكستين نقوا، والا ما في مفاوضات. لوري هيتيان الخبيره في مجال حوكمه النفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، انا بدي اشكرك جزيلا على مشاركتك معنا في هذه الحلقه من برنامج هنا بيروت، وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها واضفتيها على هذا الملف. ايضا بدي اشكر الدكتور عصام خليفي على المداخله التي يعني زودنا بها في خلال هذه الحلقه، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. الحلقه انتهت، الى اللقاء.